مساء الخير، اهلا بيكم في حلقه جديده ومميزه من برنامج ميجا ستار في مصر والوطن العربي. النهارده معايا مطربه صاحبه حنجره ذهبيه، قدرت تثبت نفسها في فتره قصيره جدا في الساحه الفنيه. قدمت مصري وخليجي ومؤخرا شعبي، الفنانه الجميله ايناس عز الدين. يلا نرحب بيها. كل سنة وانت طيبة وبمناسبة عيد ميلادك، يا أحلى إناس في الدنيا. ميرسي لذوقك. ميرسي يا حبيبتي. في ليكي عادة غريبة بتعمليها كل سنة، بتقضي عيد ميلادك في بلد شكل، وأجلت عيد ميلادك بمناسبة احتفالك في الجزائر بلد المليون شهيد. والله هي مش عادة على قد ما هو بيحصل دايما صدفة، إن أنا بسافر كتير فدايما عيد ميلادي بيجي وأنا مسافرة. فبحتفل بيه بره مصر. يمكن السنه الوحيده اللي احتفلت فيه جوه مصر كانت السنه اللي فاتت، كنت لسه راجعه من الامارات واحتفلت بيه في مصر. والسنه دي يعني ليا كل الحظ ان بعد عيد ميلادي باسبوع ان انا هسافر في الجزائر، اللي هي تكريم هناك في دوله الجزائر، وليا طبعا كل الشرف اني هتكرم في دوله عظيمه زي الجزائر، بلد المليون شهيد طبعا. فقررت ان انا اجله اسبوع واحتفل بيه مع شعب الجزائر. لا طبعا، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه. تحياتي ليكي. كلميني عن تكريمك في الجزائر، عن وزاره الثقافه. هو تكريم غالي عليا جدا، هو في يوم الزي الوطني الرسمي لدوله الجزائر، وده بالنسبه لهم مهرجان كبير ومهم جدا بالنسبه لهم. الزي الرسمي ده حاجه كبيره جدا، فليا الشرف لاختياري في التكريم ده في دولة أنا أول مرة أزورها يعني، ونفسي من زمان أزورها وحكولي أصدقاء كتير عنها، فسعيدة جدا المرة. هي دي أول مرة تزور الجزائر؟ دي أول مرة أزور الجزائر. كلميني عن ألبومك الجديد اللي كان مفروض تطرحيه في سنة 2017. إيه كواليس عدم عرضه؟ لا هو بصي، هو في البداية أنا كنت أخدة قرار إن أنا هعمل ألبوم، بعد كده نزلت مجموعة ألبومات لمطربين شباب وغير شباب حواليا، غيرت مفهومي عن كلمة ألبوم أو غيرت مفهومي لفكرة طرح ألبوم. بشوف دايما ألبومات بتنزل بيتسمع منها أغنيتين تلاتة وباقي الألبوم ما بياخدش حقه من السمع. طب أنا ليه أكلف ألبوم وتلات أرباع الأغاني تتظلم؟ أنا بالنسبة لي قعدت التفكير ان من الباب اولى اني انزل اغاني سنجل كل فتره وتاخد كل اغنيه حقها من السمع وحقها من الانتشار. ده بالنسبه لي افضل بكتير من اني انزل البوم يتركن على الرف وناس كتير ما تسمعش عنه والاسم يبقى في السي في بتاعي البوم بس ايه قيمته او ايه صداه عند الناس؟ صفر. فده كان هدفي، هدفي الكيف مش الكم. طب هو يعني كانت كواليسه ده ولا انت عملتيه اوريدي؟ لا 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 ما عملتهوش، انا كنت بالفعل بدات احضر يعني. كنت بدات احضر ليه وفجاه خدت قرار ستوب مش هعمل ده. حصل دوشه اللي هي يعني ليه مثلا نقدر نقول اللي هو طلع اغاني المهرجانات اغاني الراب فاثرت عليكي نفسيا؟ كمان ان كل واحد يعني انا مثلا الالبوم بينزل فيه فرضا 10 اغاني او 12 اغنيه، كل واحد بيجري لحد ما يسمع الاغنيه اللي على المود بتاعه يوقفها، باقي الاغاني بتعدي بتمر مرور الكرام. ده فيه ظلم للشاعر والملحن والموزع وليا انا كحد هيغني الشغل ده. فانا بالنسبه لي طب ليه اعمل كده لما ممكن اعمل اغنيه كل فتره واعمل لها دعايه كويسه وتعمل انتشار كويس وتوصل للناس بصوره كويسه؟ فده كان بالنسبه لي افضل بكتير وانا على قناعه تامه بيه، وان انا يوم هعمل ميني البوم اخره 3 أو 4 اغاني ويكونوا مختارين بعنايه محرفين باسمك. بالظبط. احيتي اكتر من اغنيه على مسرح الاوبرا وفي اماكن مختلفه، كان شعورك ايه وانت بتغني على مسرح الاوبرا؟ بصي هو طبعا مسرح عريق وواقف على عليه اكبر نجوم في الوطن العربي ومن الزمن الجميل وكل حاجه طبعاً. واضاف لي كتير، ما اقدرش انكر ان فعلا اضاف لي كتير، ولكن برضو اخد مني كتير، اخد مني ان المسرح ده يمكن انا عندي شوية ملاحظات على الإدارة إن مش عايزين. لا كلميني عن شعورك.
شعوري ان انا كنت في البداية كنت خايفة جدا. فكرة اني اقف على مسرح بالكم ده وبالحجم ده، ده كبير جدا، خاصة اني اشتغلت مع اسماء كبيرة كمايسترو زي المايسترو عبد الحميد عبد الغفار. انا بكن له كل احترام وتقدير، انا يعني ليا كل شرف اني وقفت جنبه في حفلات، وان انا كنت طبعا بنت فرقة اوبرا اسكندرية في وقت من الاوقات. فلا الشعور كان عظيم، خاصة اني بعيد احياء اغاني التراث مش اغاني خاصة بيا، فدي مرعبة شوية علشان خاطر الجمهور يا ترى هيتقبل مني اغاني قديمة ولا مش هيتقبل مني اغاني قديمة. بس الحمد لله يعني كنت قدها. اكيد طبعا. الحمد لله. مؤخرا اعلن تركي الشيخ عن ان هو لازم يدعم المواهب الشابة، وقال على صوتك بالتحديد على حسابه الرسمي ان لازم ندعم الفنانة دي، صوتها بجد جوهرة فيما معنى، وادعمك. رأيك كان ايه ولا رياكشنك وشعورك ان في ناس متابعين ليكي ولصوتك؟ طبعا انا فرحت جدا ان صوتي بابسط الامكانيات، خاصة ان الفيديو اللي نزله عنده على صفحته أيوه. كان فيديو متصور بالموبايل وبكل بساطة بغني، فكنت سعيدة جدا لايف. ان هو لايف سعيدة جدا ان هو وصل له اكيد. فرحت جدا، هو طلب مني التواصل مع مستر حمادة اسماعيل، وبالفعل تواصلت مع مستر حمادة اسماعيل، ولكن حصل دروب كده بعد كده. يمكن انا حتى الان لسه مش فاهماه قوي، هو ان بعدها في مداخلة مع مستر حمادة اسماعيل في احدى القنوات واحدى البرامج اعلن ان هم مش هيدعموا المواهب اللي سبق وشاركت في برامج شايف المواهب زي عرب ايدل. فانا حتى وقتها طب استغربت، طب ازاي؟ ما هو اكيد اللي اخذ الفيديو بتاعي سواء سيادة المستشار تركي الشيخ او حد بعته له اكيد عارف انا مين وان انا شاركت في برنامج زي كده. طبعا. فدي نقطة. نقطة تانية، مين قال ان اللي اشتركوا في برامج اكتشاف المواهب اخذوا حقهم كامل او حظهم كامل من الفرصة؟ انت شايفه لحد دلوقتي ان انت ما خدتيش فرصتك؟ انا وناس كتير ما اخدناش فرصتنا، وفي ناس شاركت في برامج اكتشاف المواهب وفجاه بقوا نجوم وطلعوا السما، وبعد البرنامج اكتشفوا ان هم زي ما بنقول من الدار للنار، ما فيش انتاج في مصر، الذوق العام بيتجه للانحدار اكتر من الفن. لقينا نفسنا مجبرين يا اما يكون عندنا سيوله ماديه ان احنا ننتج لنفسنا، يا اما نقعد في بيتنا. عملتي ده؟ انا عملت بقدر الامكان اني اعمل ده، بس ما خدتش ابدا قرار اني اقعد في البيت. ويمكن في يوم من الايام انا خدت قرار الاعتزال بسبب الوضع العام اللي شفته، ولكن تراجعت بسرعه وقلت لما كلنا نقعد في البيت مين اللي هيحارب اشباه يعني مش هين عليا اقول اشباه الفنانين لان هم لا يمطوا للفن باي صله، فمين هيحارب الرداءه اللي هم بيقدموها لنا؟ طب وشعورك لما سمعتي ان هم مش هيدعموا برامج البرامج اللي هو الناجحه عن طريق مثلا عرب ايدل او غيره او غيره، حسيتي بايه وحاولتي تعرفي ولا لا؟ حسيت بظلم شديد مش عليا انا، ولكن على ناس كتير قوي اجتهدت. لا سالتي؟ بادرتي بالاتصال؟ لا ما بادرتش بالاتصال ولا سالت، و بس هي الفكره انا يعني استغربت الفكره، يعني استغربت هل معنى ان حد طلع في برنامج اكتشاف مواهب ان هو كده اخد حقه؟ طب فين الانتاج؟ فين الدعم؟ فين التسويق؟ فين الظهور بشكل لائق من خلال اغنيه محتاجه انتاج او من خلال برامج؟ مش كل الناس بتقدر تعمل ده. انا بالنسبه لي ايناس عز الدين كانت النجاره المصريه اللي خدت فرصتها على مستوى البرامج، مش في ده وبس، على وكل البرامج. الناس بتشهد بده لان بعد كده طبعا اختلفت الدول، ولكن سوق العمل هي فرصة. النقطة هنا في سوق العمل. فين الفرصة اللي تقدمني لسوق العمل؟ أنا خدت فرصة من خلال البرامج. أي حد دلوقتي بيطلع على البرامج زي برامج التلفزيون طبعا مع تقدير الشديد تبقى زيها زي البرامج اللي بتطلع على الانترنت والسوشيال ميديا، أي حد يقدر يفتح ويطلع دلوقتي، وفي برامج أي حد يقدر يطلع فيها، وفي قنوات أنا بشوفها بتطلع ناس غير موهوبة. فهي الفكرة مش في البرامج على قد ما فكرة فين التقديم لسوق العمل؟ ازاي اصنع نجمة؟ ازاي اعمل اغاني تناسب نجومية شخص او تقدمه كنجمة مش مجرد موهبة شابة؟ هنا بقى الفرق. صح. ازاي احطه على طريق الاحترافية؟ لازم نحطه على طريق الاحترافية. ممكن ناخد فاصل؟ اكيد طبعا. فاصل ونرجع تاني.
ورجعنا من الفاصل. دلوقتي نقدر نقول عايزة حاجة منك حصلي لينا احنا في برنامج ميجا ستار على شاشة المحور، موقف حسس إيناس عز الدين ان هي قدرت تكون مثلا كيان، ان هي تقف على مسرح الاوبرا، مثلا حد من الجمهور عرض لك وردة، كلمة، شعور خلاكي بجد عيونك تنزل من العياط، كان فين وامتى؟ كان في المطار وانا راجعه من عرب ايدل. الحمد لله على كم الناس اللي استقبلتني، كانوا حرفيا بالالاف. كان اسعد حاجه او موقف حصل لي لما ست كبيره لقيتها جايه بتقول لي انا جايه لك من المنيا، انا عندي 84 سنه جايه اخد المشوار عشان استقبلك واقول لك عرب ايدل ما كانش نهايه المطاف، وكملي وانا مستنيه اشوفك على التلفزيون نجمه. ياه شعور جميل. فالموقف ده انا لحد ما اموت عمري ما هنساه. ده كان اول موقف. تاني موقف بالنسبه لي وانا بشكر عليه النجمه احلام. احلام طبعا. انا كنت من المقربين جدا جدا، من الاصوات المقربه جدا ليها، علشان تعوضني عن خروجي من عرب ايدل الاسبوع اللي وراه كانت هي ضيفه شرف في الحلقه، طلعتني معاها كنجمه على مسرح عرب ايدل مش كمشتركه، ايدي في ايديها. الموقف ده فعلا لا ينسى. حياكي من تاني، اداكي روح طبعا. هو قبلها وانا خارجه من عرب ايدل، وائل كفوري قال لي هيجي يوم وهتقفي على مسرح عرب ايدل كنجمه مش كمشتركه ومتسابقه. فاحلام حققت له الطلب اللي هو طلبه وطلعتني معاها كنجمه مش كمشتركه. حبيبتي كان شعور اكيد حلو طبعا، وانا ما انساش ابدا ابدا فضلها في كذا موقف عليا حقيقي. هما بيقولوا ان احلام جدع فعلا، وانسانه جميله فوق ما اي حد يتصور. فعلا يعني ميرسي الفنانه الجميله احلام، طبعا بنشكرها بنوجهها لحياتنا. عايزه اعرف ايه رايك في اغاني المهرجانات دلوقتي وايه تقييمك ليها، وهتكوني فعلا في يوم هتعملي حاجه زي دي ولا هتدخلي في حاجه راب شبيهه؟ حابه ايه تعملي بيه جديد كإناس أبديت بيكي انت؟ هو انا مبدئيا عايزه اقول ان في فرق شاسع ما بين المهرجانات والراب. فرق شاسع في كل شيء. في كل شيء، في اختلاف المعاني والثقافه واختلاف بس ما بقولش دلوقتي يفرقوا، يعني بتخيل الناس بقت ودنها على الشعبي. انا نفسي بتشتت، هو معظمها راب على معظمها شعبي، هو شوفي في ايه. هي الفكره ان اختلط زي ما بنقول الحابل بالنابل، وبقت الناس ذوقها العام ما بقاش بيعرف يفرق ما بين الكويس والوحش، فبقوا بيستطعموا اي شيء صح حتى لو سيء. الموضوع بدأ في البداية ان هو اتفرض عليهم الاغاني دي لما كانت بتتوزع في شرايط على التكاتك والموتوسيكلات والميكروباصات، فكانوا طول الوقت بتشتغل بتشتغل بتشتغل، وبيتقال لهم دي شعبي. هي مش شعبي، هي سوقي. الشعبي نوع تاني خالص من المزيكا، زي اللي بيقدمها احمد شيبه، بوسي، مصطفى حجاج. النوعيه دي اسمها شعبي، وزمان كان احمد عدويه ورشدي والعزبي ده شعبي. لكن ما ينفعش نقارن ابدا الشغل ده بالمهرجانات ونقول اصل ده دي اغاني. لا، مش اغاني. الاغنيه عشان تتعمل ليها عناصر متكامله، لازم يكون فيها كلمات مختلفه وجديده ومميزه عن اي اغنيه تانيه، لازم يكون في لحن متعوب فيه، توزيع محترم، آلات وترية أو آلات محترمة. بقوا جامعين ما بين الشعبي والراب على الكلاسيك، مدخلين لي كل حاجة. لا ده حاجة تانية تماما. لا ده حاجة تانية تماما. أنا أسفة، مفيش. هو لحن واحد بيتعمل عليه إيقاع واحد، توزيع واحد، وبيختلف الكلام واغلبه كلام سوقي. بس انت قدمتي قبل كده دلوقتي الفتره مؤخرا شعبي. شعبي مش سوقي، الفرق كبير. ما هو ده اللي بتكلم فيه. قلت بوسي شعبي، محمود الليسي شعبي، شيبه شعبي، مصطفى حجاج شعبي. لكن الحاجات التانية ما اسمهاش شعبي ولا تمط للشعبي بصله. طب ممكن حته من الشعبي بتاعتي؟ ممكن طبعا. الدنيا الدنيا سيرك ومطحنة، كله بيقول يلا نفسي، كله بيقول يلا انا، واللي يتعب قوي نخ، والحياة تنصب له فخ، ما يلاقيش
في الدنيا اخي سندوا يا صحابي يا عيلة احنا فيه احنا فيه زمان الندالة. مرسي. جميلة، مرسي لذوقك. مرسي ليك. ممكن ناخد فاصل ونرجع تاني. قرايب مش حبايب من فترة نزلت أغنية القرايب مش حبايب دول عقارب، مين عندك في العيلة عقارب؟ لا مفيش، بس هي مش لازم الأغنية اللي نزلها تكون بعيش الحالة بتاعتها، أنا دايما بتكلم بلسان حال الناس. فأنا بشوف ناس كتيرة قرايبهم عقارب واللي بتتسبب في فصل، يعني واجهتك مشكلة فعلا لدرجة أنا مش تقولي ده؟ طبعا طبعا طبعا، ومشاكل كتيرة، وبما أني من الناس المتفاعلة جدا على السوشيال ميديا فبشوف قريبه من ناس كتير، فبشوف حالات كتير 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 فيها مشاكل مع القرايب، وناس عاملين بلوك لقرايبهم عشان يعرفوا ياخدوا راحتهم في البوستس اللي بينزلوها، وناس قرايبهم بيروحوا يبلغوا اهاليهم. بس مش تسأل يا ناس لدرجه ان ننزل اغنيه؟ لا ازاي، ما انا بناقش حال الناس، اي حاجه الناس بتعيشها لازم اتكلم عنها. لازم اتكلم عنها. يعني مفيش حد في العيله عقارب؟ لا الصراحه. شعورك كان عالي فيها، فانا حسيت انت عايزه تقولي حاجه. هو الفنان ما يبقاش فنان لو ما حسش بالناس وهو بيقدم اللي بيقوله. ما هو ده صح، بس بتكون اكتر حاجه وجعاك ان انت حاسه الناس طبعا كانسانه، بس انت تبقي من جواكي في مشكله في حياتك شفتيها وخاصه بيكي لدرجه ان هي بتوصل لك الشعور ده، ونقدر نقول سر انفصالك بعدها بقيتوا صحاب. هل يا ترى كان ده له تاثير لحد من عيلتك؟ لا 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 خالص، نهائي نهائي نهائي، ملوش اي علاقه نهائي بشكل او باخر، بالعكس نهائي. لا الفكره ان انا بحط نفسي مكان، وانا لازم اتقمص شخصيه اللي بتغني، لازم اعيش الحاله حتى زي الممثل. مش معنى ان انا امثل ان انا خاينه ان انا بخون في الحقيقه، او ان انا بتخان انا بتخان في الحقيقه. انا بمثل بس بصوتي باحساسي. احنا بنوضح بس. اه طبعا. انا ما قلتش ان انت كده، احنا بنوضح للمشاهد. اكيد طبعا. اه يا حبيبتي. لا سبب انفصالي هو كان عدم تفاهم، واحنا خدنا القرايب مالهمش علاقه. لا 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 مفيش اي حد في الدنيا ليه علاقه، بدليل ان احنا لسه علاقتنا كويسه جدا. آه؟ وطيبه جدا ومحترمه جدا، وبالعكس انا بقول للناس ما ينفعش ابدا ان علشان خاطر باب اتقفل زي باب الجواز ان تتقفل معاه كل ابواب العشره والموده والرحمه والدم اللي كانوا ما بيننا وما بين الناس اللي معانا. انا بشوف ان دايما اغلب الحالات بتاعه الانفصال والخلافات اللي بتبقى في المحاكم، محكمه الاسره، في قعده ممكن تتحل. دايما بقول الكلمه دي، في قعده ود واحترام ممكن تتحل، لو الطرفين بيحترموا بعض وبيقدروا بعض هيقدروا يبقوا اصدقاء. ومش انا هو بس المشكله دي اول ولا اخر حاله. ممكن نرجع تاني لاسئلتنا. اكيد. دلوقتي كتبت على حسابك الرسمي على الفيسبوك من فتره على الفنان محمد رمضان. اه. اول ما نزل كلاب نمبر 1 وجيت تلي اغنيه انا الملك، كتبتي على حسابك الخاص شويه وهيكون اغنيه المهدي المنتظر. انا ربكم الاعلى او انا المهدي المنتظر. المهدي المنتظر. يعني ايه؟ فكره ان انا كل شغلي يكون عن نفسي، او ان انا بشكر في نفسي او بتكلم بس عن نفسي، ده انا بشوفه في حد ذاته بيوقع او بيعبر عن عقده معينه الانسان بيعيشها. يعني فكره ان انا اقعد اقول انا وانا 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 وانا، ده معناه ان انا حاسس بحاجه جوايا فطول الوقت بعبر. هو بيقال كذا لقاء ان هو احبط كتير. ما ينفع ايا كان، كلنا احبطنا. مفيش حد في مصر او مفيش حد في مجال الوسط الفني او في اي مجال تاني علشان يوصل لمكانه كويسه ما قابلش حروب وصراعات وكل حاجه ممكن حد يتخيلها. انت قابلتي محمد؟ اتكلمتي معاه؟ لا ما قابلتوش وما اتكلمتش معاه، ما حصلش ما بيني وما بينه تعامل بشكل شخصي. ولكن انا بحبه كفنان، هو شخص موهوب جدا. انسان موهوب جدا، ولكن ما ينفعش اضيع موهبتي او اخلي التركيز يبقى مش على موهبتي قد ما على حواراتي و يعني انت بتلفتي نظره بالمسج دي؟ ممكن اكون بلفت نظره. هو فعلا انا استغربت، مش كل ما هقدم، اولا مع احترامي ليه هو مش مطرب وما ينفعش يتحط في تصنيف مش المطرب. مش احنا اللي هنقيم. لا يعني انا لا شخصيا فنيا برضو فنياً النقابة لا هي اللي تقيم، مش انا ولا حد. دخل اي حد دلوقتي بقى نقابي، انا بتكلم بواقع إناس. اي حد دلوقتي بقى رايي الشخصي ورايك
لازم يكون في نطاق مع بعض واحنا قاعدين في البيت. ما ينفعش الكلام ده لسبب. ما نقولش لا الناس بعد اذنك هو مش معانا. اوكي. ما نقدرش. ما انا بوجه له هو هيسمع الكلام. بتوجه له هيسمعه. هي بتقول ان لازم نحسن من اسلوبنا. تمام. ده اللي عايزه توصليه. يبقى هي دي المسج. مش كل حاجه انا 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 الملك انا نمبر 1 انا مافيا. الحياه مش كده. الحياه مش انا. الحياه دنيا. وهل يا ترى رد فيه عليكي على حسابك الشخصي؟ قال لك ايه اللي بتعمليه؟ هو حذفني من الاصدقاء. كنت اصدقاء كمان؟ ده انت جباره. هو حذفني من الاصدقاء، انا بس عندي تعقيب على حاجه. لكل مقام مقال، وفي حاجه اسمها ادي يعني ادي العيش لخبازه. ما ينفعش اروح لمهندس ويكشف عليا كدكتور. هي نفس الفكره، ما ينفعش يبقى صوتي وحش واطلع انا المغني. ده اكيد. هي نفس الفكره. فدي النقطة اللي أنا عايزة أوصلها. بس إحنا نقول زي ما إحنا عايزين إحنا كشخصنا، بس في ناس بتقيم. اللي بيقيموا نفسهم حالياً بيدخلوا أي عضو للنقابة لمجرد إن هو بيدخل نسبة ماشي من شغله. بس النقابة بقى اللي تحل. لا 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 أمور. مش أنا ولا أنت، لا إحنا لا لا. إحنا مشاهدين وجمهور. لا فبالتالي هنقدم ده. المشاهد والجمهور أي حاجة بتتقدم له هو بقى بيتقبلها دلوقتي. دوري هنا كفنانة إني أحارب الفن الرديء أياً كان مين اللي بيعمله. اسمحي لي. فضل. انا دلوقتي ببدي برايي ان ما حاربوش لان الفن مش حرب. لا هو انا ما دخلتش معاه في حرب. انا انتقدته وقلت له انت مش مطرب، انت مش مطرب، انت ممثل محترم. بس احنا ما نقيموش. لا ما هو ما ينفعش احنا الحياه ما تجيش كده. الحياه تيجي زي ما قلت لك. ما ينفعش دكتور، ما ينفعش مهندس يكشف عليا. هي نفس الفكره حبيبتي. ده شيء مفروض ان لا ينفع لا دكتور ياخد شغل مهندس ولا مهندس ولا ينفع ممثل مش شغلته انه يغني وما عندوش الموهبه. احنا مش هنقيمه. احنا نقدر نقول له يا محمد ايناس بعتلك مسج بس. تمام. انا بعتلك مسج وخليك في التمثيل. انت نجمه هي في التمثيل. برافو عليك. دلوقتي عايزه اقول لك حاجه. معظم الفنانين برضه خاص بمحمد اعترضوا عليه كفنان وكمغني برضه، وبعد فتره شاركوا معاه افلامه حفلاته لايف. ناس كتير متواجده معاه وفي الاول يعني حاربوه كتير. نظرتك ايه؟ وهل يا ترى انت واحده من الناس دي ممكن تكوني بعد فتره؟ هو مبدئيا انا مش بحارب الراجل علشان خاطر بس اوضح النقطه. انا مش انت بتحاربي نقطه معينه. انا معترضه فيه. على حاجه معينه. لا بس انت معترضه مش باعتراض عادي. انا اقول تمام حاجه غلط يعني. انا ممكن اشاركك كممثل لان انت ممثل شاطر. يعني انا ممكن تشاركي على تمثيلك. نتفق على انا ما اعترضتش على تمثيلك. هتشاركي في التمثيل. اعتراضي على شغلك كمغني يعني. لو جالي في يوم قال انا عايز اعمل معاكي دويتو هرفض. كدويتو انما كتمثيل لا ما عنديش مشكله لانه ممثل محترم. انت شايفاه في الجزئيه دي؟ طبعا no. طبعا الجزئيه دي طبعاً. لا الجزئيه دي اوكي. انت كممثل ممثل محترم جدا وانا بقدرك. دي وجهه نظرك الخاصه. طب بشكرك. انا بتكلم على وجهه نظري الخاصه مش بتكلم بلسان حد. بتكلم بالفعل. برافو. حبيبتي دلوقتي انا عايزه اعرف حاجه. انت ايه رايك في المستوى الفني اللي متواجد دلوقتي كغنائي على الساحه الفنيه؟ يعني الناس بتحبه بتسمع له. انت دلوقتي بتسمعي لمين الفتره الحاليه؟ الفتره الحاليه لا انا بسمع كتير. بسمع لحسين الجسمي، وائل جسار، رامي عياش، ادم، شيرين، اصاله. لا بسمع كتير بس دايما بحب اختار نوعيه اللي بسمع له. سواء من كصوت وايه الشغل اللي بيقدمه قد ايه مختلف. انا بحب دايما المختلف لان انا ما بحبش اسمع شغل مكرر او شبه بعضه. سواء في الكلام او في المزيكا. بالعكس انا ممكن اسمع اغاني اقول دي منحوته من دي الودن. يعني اصاله ناجحه. يعني انت بالنسبه لك النجاح هو غرور ولا هو عايز ينجح؟ هو ده. لا النجاح عمل نجح. النجاح عمل. قدمت عمل تعبت فيه ونجح. لا ان انا استمر على نفس التراك في طبعاً. نفس التوقيت. يعني في فتره بنسمع انا ان هو الفنان يختفي عشان الجمهور يوحش الجمهور. ده وارد ووارد جدا. زي ما بنقول السهم لازم يرجع لورا علشان يتقدم 100 خطوه لقدام. تمام. في ناس بتعمل كده يعني. في ناس بتختفي وفجاه تطلع بقنبله زي شيرين. اخر البوم ليها اختفت كذا سنه وطلعت بقنبله. هي نفس الفكره. ودلوقتي حابه اقول لك كل سنه وانت طيبه ومناسبه عيد ميلادك للمره الثانيه في مصر. وهنعيده تاني الاسبوع الجاي في الجزائر وهنكون معاكي ان شاء الله. شرفون طبعا. حبيبه قلبي هنجيب لك حاجه بسيطه من تحيه من البرنامج لو سمحت. تورته. كل سنه وانت طيبه وعيد سعيد عليكي ومليون سنه يا روحي. ميرسي يا ليكي. عايزين نقفل باغنيه جميله لنصر 6 اكتوبر. الاغنيه دي من قلبي لمصر التي لا تفنى. صح. أم الدنيا طبعا طبعا.
يا أغلى اسم في الوجود، يا مصر يا اسم مخلوق للخلود، يا مصر يا أغلى اسم في الوجود، يا مصر يا اسم مخلوق للخلود، يا مصر نعيش لمصر ونموت لمصر، مصر مصر تحيا مصر، تفوت عليك المحن ويمر بيك الزمان، وانت اغلى وطن وانت اعلى مكان، تفوت عليك المحن ويمر بيك الزمان، وانت اغلى وطن وانت اعلى مكان، ومهما كان انت مصر وكل خطوه بنصر، نعيش لمصر ونموت لمصر، مصر مصر تحيا مصر.